بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جميع الحقوق صغيرها وكبيرها، وما ترك شيئاً إلا ذكر لنا منه علماً. ومن أعظم الحقوق التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حقوق الراعي والرعية، والعناية بتقرير أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب في غاية الأهمية. ولأجل هذا ذكره أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، وألفوا فيه تآليف مستقلة. والكلام على هذا الموضوع وهو حقوق الراعي والرعية طويل جداً، ويتعلق به مسائل كثيرة، لكن سوف أقف مع آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى يسميهما العلماء آيتي الأمراء، وذلك لأن كتاب الله عز وجل هو الهدى والنور، وهو قطب السعادة الذي عليه تدور. وهاتان الآيتان هما ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم. هذا إخبار مؤكد من الله سبحانه وتعالى بأنه يطلب من عباده فعل ما سيذكره بعد ذلك طلبا جازما، وهذا يعتبر من أقوى صيغ الوجوب، من أعظم الصيغ الدالة على الوجوب، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال في صدر الآية: إن، وهو حرف يدل على تأكد ما سيذكر بعده. الوجه الثاني
أن الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ الجلالة وهو الله، فقال إن الله، ومعناه ذو الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين. فكأنه قال: لأن الله معبودكم وإلهكم، فإن من عبوديتكم له أن تمتثلوا أمره. الوجه الثالث قوله يأمركم، وهو صريح في الدلالة على الأمر. والعلماء وإن اختلفوا في صيغة افعل، هل تدل على الوجوب أو لا تدل عليه، فإنهم لم يختلفوا في أن قوله يأمركم أو أمرتكم أو يأمر أو أنتم مأمورون أنه يدل على الوجوب، كما أنه أيضا يدل على أن هذا الأمر مستمر في جميع الأزمان، لأن قوله يأمركم فعل، والفعل يدل على الاستمرار ودوام الحدوث. الوجه الرابع أن الأمر أو أن الوجوب في الآية ورد على صيغة الإخبار في قوله إن الله يأمركم، وذلك لتأكيد وقوع المأمور به، حتى كأنه شيء واقع يخبر عنه ويتحدث به. فهذه وجوه تدل على أن ما سيذكره الله سبحانه وتعالى واجب وجوبا مؤكدا. ويكفي في الدلالة على التأكيد وجه واحد، لكن الوجوه إذا اجتمعت تجعل التأكيد تأكيدا عظيما. والله سبحانه وتعالى ذكر أمرين أو ذكر شيئين يتعلق بهما هذا الأمر، يعتبران أو يعتبر هذان الأمران الأساس لكل ولاية عادلة، وهما أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. أما الأمر الأول فذكره سبحانه في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات جمع أمانة، وهي كل ما طلب من الإنسان المحافظة عليه، وهي تشمل الأمانات العلمية، وتشمل أيضا الأمانات المادية من الودائع وغيرها. وأهلها في قوله إلى أهلها هم أصحابها المستحقون لها، كقولنا أهل الدار أي أصحابه، وأهل القرية أي أصحابها. ومن أعظم ما تؤدى به الأمانات أمران: الأمر الأول الولايات، والأمر الثاني الأموال. فأما الأمانة في الولايات فلا يولى على عمل من أعمال المسلمين إلا أصلح من يوجد للقيام بذلك العمل، وهو القوي فيه الأمين على القيام بمقاصده ومصالحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لإن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد لا يجد الإمام من هو صالح لولاية من الولايات، فحينئذ يجب عليه أن يختار الأمثل فالأمثل، أي أن يختار الأصلح فالأصلح في كل منصب بحسبه. فإذا لم يجد
الأصلح اختار من هو دونه وهكذا، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام فقد أدى الأمانة، لأن هذه استطاعته، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما تكلف نفس فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجد. ومع ذلك ذكر العلماء كابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية أنه يجب السعي لإعداد المؤهلين للقيام بأمور الولايات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيسعى لتأهيلهم بتدريب أو تعليم أو نحو ذلك حتى يحققوا مقاصد الولايات. وأما الأموال فالواجب أخذها من حلها ووضعها في محلها، والله سبحانه وتعالى مدح الذين يؤدون ما يجب عليهم من الحقوق المالية ويراعون أماناتهم وعهودهم، فقال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم، إلى أن قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وليس لأحد أن يأخذ ما لا يستحقه من المال، أو أن يطالب بما لا يستحقه، أو أن يتحايل على ذلك، وإلا فإنه يكون من جنس أهل النفاق الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما الأمر الثاني وهو الحكم بين الناس بالعدل، فذكره سبحانه وتعالى في قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالعدل، وأمره في آية أخرى أن يحكم بما أنزل الله، فدل ذلك على أن العدل هو ما أنزل الله، وأن ما أنزل الله هو العدل، لأن العدل وما أنزل الله متلازمان. والعدل لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به، ومن لم يحكم بالعدل فإنه سيحكم بالظلم، والظلم سبب خراب الدنيا والدين والآخرة. ولهذا يقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وفي قوله تعالى في الآية: بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، في قوله بين الناس يدل على أن الحكم بالعدل واجب لجميع الناس من المسلمين والكافرين والأصدقاء والأعداء، فلا يجوز ظلم أحد، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يجرمنكم بغضهم وكراهتهم، فلا يكون لذلك مانعا لكم، أو فلا يكن ذلك مانعا لكم من العدل معهم. وقال تعالى في حق اليهود: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط،
إن الله يحب المقسطين. وإذا كان هذا مأمورا به في حق الكفار فالمسلمون من باب أولى. وقوله تعالى في الآية الكريمة إن الله نعما يعظكم به، نعما وردت هنا ووردت أيضا في قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي. ونعما أصلها نعمة وأدغمت فيها ما الموصولة، والمعنى نعمة الأمر الذي يعظكم الله سبحانه وتعالى به، وهذا فيه مدح لما أمر الله به عز وجل في هذه الآية الكريمة. وقوله يعظكم، الموعظة معناها ذكر الحكم مقرونا بترغيب أو ترهيب، وهذا كما قلنا فيه مدح وثناء على ما أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية الكريمة من أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وما مدحه الله سبحانه وتعالى فإنه مشتمل على المصلحة والهدى والخير والنور والسعادة. ولهذا يقول العلماء ما أمر الله بشيء فقال أحد من أهل الفطر السليمة ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال أحد من أهل الفطر السليمة ليته لم ينهى عنه. وهذا هو مقتضى الرحمة التي بعث الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فعلة الإرسال هي قصد الرحمة بالعباد. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فحصر الله سبحانه وتعالى إرسال النبي صلى الله عليه وسلم في كونه رحمة للعالمين كلهم، مسلمهم وكافرهم ولآدميهم وغير بني آدم من سائر المخلوقات. والله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية الكريمة بقوله إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا فيه ترغيب وترهيب، أي إن الله كان سميعا بصيرا لأقوالكم وأفعالكم، فيثيبكم إن وافقتم مقتضى ما أمركم الله به، ويعاقبكم إن خالفتم مقتضى ما أمركم الله به إن شاء ذلك، لأن العقوبة تكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سميعا بصيرا إثبات لسمع الله سبحانه وتعالى لجميع المسموعات مهما خفيت، وإثبات لبصره سبحانه وتعالى لجميع المبصرات مهما دقت. ويلزم من ذلك إحاطة الله سبحانه وتعالى بجميع المخلوقات وأعمالهم وأحوالهم. هذه هي الآية الكريمة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بأمرين عظيمين، وهما أداء الأمانة والحكم بين الناس بالعدل. ومما نحمد الله سبحانه وتعالى عليه كثيرا لما نص عليه النظام الأساسي للحكم في هذه البلاد المباركة من أن دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا
للحكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، إنه سميع مجيب. وأما الآية الثانية فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية آية عظيمة، لأن عليها مدار كثير من أصول الدين، وهي تحدد المنهج الذي يتلقى منه المسلمون طريقتهم في العمل وفي الاستدلال، كما أنها مشتملة على أصول الفقه الكبرى، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقوله يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وفائدة ذلك حث المخاطبين على العمل بما سيذكره الله تعالى في الآية، لأن مقتضى الإيمان هو العمل، بل العمل من الإيمان، ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى العمل إيمانا، فقال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم التي كانت إلى بيت المقدس قبل الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة، فأطلق الإيمان على العمل وهو الصلاة. والإيمان هنا لم يقيد بشيء، فلم يقل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بكذا، وإنما قال آمنوا، وذلك ليدخل في الإيمان المأمور في الإيمان المذكور الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن القاعدة المعروفة في لفهم كلام الله سبحانه وتعالى لأن حذف المتعلق يدل على قصد التعميم، فإذا حذف المتعلق فإن ذلك يدل على أن المتكلم أراد بكلامه العموم ولم يرد شيئا خاصا. وقوله أطيعوا الله يدل على وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى في أمره وفي نهيه، لأن قوله أطيعوا هذا أمر، والقاعدة عند العلماء أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، ومثله قوله وأطيعوا الرسول، فإنه يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأل في قوله الرسول هنا للعهد الذهني، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويستفاد من قوله وأطيعوا الرسول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت فإنه يحتج بها على الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم أن سنته حجة، لأنها لو كانت ليست حجة ما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه رد على من يقول إنه لا يحتج إلا بالقرآن، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الرسول، ولم يكتفي بقوله لأطيعوا الله، فلما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن سنته حجة. وقوله وأولي الأمر منكم أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، وأولو الأمر هم أصحاب الأمر أي أصحاب الشأن، وهم الأمراء والعلماء. وطاعة الأمراء والعلماء تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ العلماء ذلك من هذه الآية الكريمة، لأن الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وذلك لينبه على أن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله منكم يعني من المسلمين، أما غير المسلمين فإنهم لا يكونون أولياء على المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وطاعة أولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأنه لا يستقيم أمر الناس لا يستقيم أمرهم الديني ولا أمرهم الدنيوي إلا بطاعة أولي الأمر، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها هذه الآية الكريمة، ومنها ما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. وروى البخاري في كتاب الفتن من الصحيح عن نافع رحمه الله قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال السيوطي رحمه الله وكان سبب خلع أهل المدينة ليزيد أنه أسرف في المعاصي. وصنيع ابن عمر رحمه الله أو رضي الله عنه وعن أبيه هذا يدل على عظيم فقهه في دين الله وعلى تمام عقله ونصحه، لأن وقوع يزيد في المعاصي ليس مسوغا للمعصية بالخروج عليه وخلعه، فإن المعصية لا تقابل بمعصية،
إلا أنه هنا لينبه إلى أن طاعة الله، أن طاعة أولي الأمر إنما تكون في غير معصية الله، كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وكما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعدم طاعتهم في معصية لا يعني عدم طاعتهم مطلقا والخروج عليهم، لأن الخروج على الأئمة بسبب معاصيهم هذا هو شأن أهل البدع من الخوارج ومن وافقهم، وإنما المقصود عدم طاعتهم في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه مع وجوب السمع والطاعة فيما عدا ذلك. ثم وجه الله سبحانه وتعالى المؤمنين عند حصول النزاع في أي شيء ديني أو دنيوي بأن يردوا ذلك للكتاب والسنة، فقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقوله شيء هنا نكرة في سياق الشرط، فيعم كل شيء من الأمور العلمية الدينية أو من الأمور الدنيوية. وقوله فردوه أمر يقتضي وجوب الرد إلى الله، وذلك بالرد إلى كتابه والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرد إلى سنته، وهو بمعنى قوله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والأمر بالرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند حصول النزاع يتضمن النهي عن الرد، أو يستلزم النهي عن الرد إلى غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم، كالرد للأقوال المخالفة للأدلة أو للقوانين الوضعية أو غيرها، لأن هذا هو شأن الكتاب. إذا دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا، وإذا دعوا إلى غيره أجابوا، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يكفينا ذلك. وهذه الآية وهي قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يدل على أن الإجماع حجة، فهو من الأدلة التي يستدل بها العلماء على حجية الإجماع، لأن قوله فإن تنازعتم يدل على أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه، فيكون الاتفاق حجة على العمل. كما أن قوله فردوه يدل على إثبات القياس، لأن القياس رد، أي رد فرع إلى أصل في حكمه بجامع بينهما. وقوله أيضا فردوه يدل على أن مرتبة القياس تقع بعد مرتبة الكتاب والسنة والإجماع، فهو مؤخر عن هذه الأصول الثلاثة، لأن الله سبحانه وتعالى لا أخره في الرتبة، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه، فجعل الرد متأخرا عن الكتاب والسنة والإجماع. والله سبحانه وتعالى ختم هذه
الآية بأمرين. الأمر الأول أن الرد إلى الله ورسوله عند حصول النزاع من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، ولهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبناء على هذا فإن من ادعى الإيمان وهو يرد أموره إلى غير الكتاب والسنة فهو كاذب في دعواه. والله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر هنا للحث على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد إليهما عند حصول النزاع. وهذا فيه حث على ذلك، لأن العبد إذا تذكر الله سبحانه وتعالى وعظمته وتذكر الإيمان باليوم الآخر وأن هناك يوما يجازى فيه العباد، فيجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، دعاه ذلك إلى أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات اليوم الآخر كما هو المعلوم. الأمر الثاني لأن الله سبحانه وتعالى أو أن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله والرد إلى الله ورسوله عند حصول النزاع هو خير في الحال وأحسن في العاقبة والمآل، ولهذا قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. فهو خير في الحال وأحسن في المآل، وهو الذي تتحقق به المصلحة في العاجل والآجل. وهذا يدلنا على أن الرد إلى الكتاب والسنة فيه حل المشاكل الدنيوية وفيه حل المشكلات الدينية، فما من مشكلة علمية إلا ويمكن أن يوجد لجوابها أصل في القرآن أو في السنة، لأنه ما جاء بيانا للناس، والله سبحانه وتعالى لا يترك الناس في عمى الجهالة، كما قال سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والحاصل أن هاتين الآيتين الكريمتين تعتبران ركيزة من ركائز الحكم في الدولة الإسلامية، وينبني عليهما كثير من الأحكام السياسية والاجتماعية ولغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفقه لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق سائر المسلمين لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.